بس انت هتنهض. وفي حاجه مهمه قوي، قناعه رجل الشارع المصري بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشعر الصدق. انت شوف احنا قدام رئيس لما بيزعل بنعرفه انه زعلان مننا. بس انا اخر مره شعرت بالمراره في حديث الرئيس. دايما الانسان الصادق بيزعل قوي عندما يكون هناك من يكذب ومن يصيد في الماء العكر. بس انا بوجه له رساله وبنقول له الشعب المصري كله مع حضرتك، الشعب المصري كله فوضك ولا زال يفوضك، لان كل اللي انت بتعمله لصالح الشعب المصري. تخيل جميع الاجراءات التي تمت في الدوله المصريه، لو لم تتم ما كنا نستطيع مواجهه كوفيد 19، ولا كنا نستطيع ان نستطيع ما يحدث الان في تغير في ميزان القوى العالميه. يا جماعه التغير في ميزان القوى العالميه يحتاج موقف ثابت من قائد يعلم جيدا مدارك الامور ما حوله. ما بين شد وجذب بين معسكرين. وانت تنجو ببلدك من الخروج. حاله الاستقطاب عاليه جدا. حاله الاستقطاب عاليه جدا. حاله الاستقطاب عاليه، وخاصه في منطقه الشرق الاوسط. الضغوط عاليه علينا جدا. ولكن وما توفيقي الا بالله. كلمه بحب اقولها، لان على الانسان ان يسعى، على الانسان ان يعمل، ولكن التوفيق دايما بيكون حليفه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا اسالك على دور القطاع الخاص. نعم. كثيرا ما يردد البعض انه على الجيش انه ينسحب لانه يعني كاتم على نفس القطاع الخاص والادعاءات الزائفه التي نسمعها. اين الحقيقه في ذلك؟ الحقيقه في ذلك ان احنا سعداء كمستثمرين في هذه الفتره. تخيل لما حد يدخل يغزو يزيلك جميع العقبات ويساعدك ويقول لك اتفضل المكان اهو لك علشان انا عندي مكان تاني. هذا ما حدث بالفعل في مشاريع الدولة المصرية، لان فعلا المشاريع في هذه الفترة تحتاج الى باور، تحتاج رعاية، الى نوعية قوية من الناس اللي تشتغل، وهذا متوفر بكل اريحية انا بقولها في القوات المسلحة. ولكن اللي أنا برد بيه على الناس إن بعد ما بيتم استكمال المشاريع بقول لهم اتفضلوا هذه المشاريع اتفضلوها علشان أنا هعمل مشاريع تانية. وهذا كان واضح جليا في الفترة الأخيرة إن إحنا عايزين نرفع مشاركة القطاع الخاص من 35% ل 65%. الفترة التي تقلص فيها دور القطاع الخاص ليس كان هناك سببا من الدولة المصرية في تقليصه، وإنما كان هناك خوف من المستثمرين أن يعملوا في هذه الفترة المتغيرة، ليست في السياسة المصرية ولكن في السياسة العالمية التي ترسم من جديد. وحضرتك بيقولوا رأس المال جبان. نعم. فليست هناك من الدولة المصرية أي وصايا على من يعمل ومن لا يعمل فيه، إنما هي فتحة ذراعيها لكل مستثمر. وأنا بتكلم عن تجربتي، أنا ما كنتش أعرف يا مصطفى بيه يعني إيه تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص، أنت جاي، أنت جد، هتشتغل معانا أيا كانت الأسماء التي توجد. لأن أنا بعتبر نفسي مستثمر صغير بادئ مع الدولة المصرية الجديدة من مبدأ تكافؤ الفرص. الدنيا زمان كانت معروفة متقسمة، احنا الجيل اللي طلع بعدالة الدولة المصرية الحديثة ان اوضع انا ومن هو اكبر مني في هذا العمل على خط واحد. نعم.